أهلا بكم. لماذا يقتل السنة في العراق بصورة متكررة؟ هل هي منهجية مستمرة منذ احتلال العراق؟ ما بين داعش والحشد، من يقوم بقتل السنة؟ هل عمليات قتل السنة ضمن حلقات التغيير الديمغرافي؟ منطقة البودور جنوبية تكريت في محافظة صلاح الدين استفاقت على جريمة مروعة بعملية إعدام ميدانية بأسلحة كاتمة للصوت ضد 8 أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم نساء نفذتها قوة عسكرية مدججة بالسلاح والآليات، دخلت عبر السيطرة الرسمية للمنطقة لتخرج بعدها تلك القوة بلا مساءلة، لتعطي إشارات مرعبة وآثارا خطيرة لفوضى انتشار السلاح والقتل خارج إطار القانون بوحشية. نسلط الضوء على هذه القضية في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. نشاهد بداية هذا التقرير. ما من يوم يمر على العراقيين إلا وهم يشيعون ضحاياهم إلى المقابر التي اكتظت بهم، لا سيما في المحافظات المنكوبة على يد القوات الحكومية والميليشيات المدعومة من إيران. منطقة البودور في محافظة صلاح الدين استفاقت على جريمة مروعة بعملية إعدام ميدانية وبأسلحة كاتمة للصوت راح ضحاياها 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم نساء نفذتها قوة عسكرية مدججة بالسلاح والآليات الحكومية، دخلت عبر السيطرة الرسمية للمنطقة لتخرج بعدها تلك القوة بسلام دون حسيب ولا رقيب. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن جريمة مقتل عائلة كاملة في صلاح الدين تعكس النتائج الخطيرة لاستمرار فوضى السلاح وحرية عمل الميليشيات خارج إطار القانون، واصفا الجريمة بالمروعة والوحشية. أما اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي فقد أشارت إلى أن مسلسل الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق الشعب العراقي مستمر في ظل انعدام الأمن. مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين استنكر الجريمة، مشيرا إلى أنه منذ استعادة صلاح الدين من تنظيم داعش تم ارتكاب أكثر من 40 مجزرة من قبل جماعات مسلحة ترتدي الزي العسكري، مؤكدين تعرضهم للمعاملة السيئة والاعتداءات بشكل يومي من قبل عناصر ميليشيا السرايا المسيطرة على تلك المنطقة، ولفتوا إلى أن المعاملة السيئة وصلت إلى حد انتهاك الكرامات والإهانات اللفظية والضرب والازدراء بشكل علني. ست جثث منضودة بالبيت، يعني هاي الجثث شو الناس شو يدنبها؟ عمليات الاغتيالات والقتل عادت إلى العراق بحسب وكالة أسوشيتد بريس التي أشارت إلى أن العراقيين سئموا من تكرار جرائم القتل والاغتيال. مجزرة البودور حلقة في سلسلة القتل الممنهج منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في 2003 ولم يتوقف إلى اليوم تحت ذرائع شتى، إلا أن الأهداف واضحة من تلك الجرائم، ولعل دفع سكان المدن والقرى المستهدفة للنزوح وترك منازلهم أهم تلك الأهداف، وبالتالي إحداث تغيير ديمغرافي. أرحب بداية بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك أستاذ حاتم. وأيضا أرحب بالشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ العشائر ووجهاء الأسحاق، ينضم معنا من صلاح الدين عبر الهاتف. شيخ طامي المجمعي مرحبا بك. مرحبتين أهلا وسهلا، السلام عليكم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين ولضيفك الكريم. حياكم الله. إذا نبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. يعني عمليات جرائم قتل، مداهمات، اعتقالات، عمليات قتل خارج إطار القانون، ما الذي يجري في المناطق السنية في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله سيد. حقيقة في البداية دعني أقول بأنه الوضع السني بصورة عامة، يعني إذا جئنا إليه بعد الاحتلال أو جئنا إليه بعد عام 2014 تشهد المناطق السنية اضطراب كبير جدا، وهذا الاضطراب ناتج من عوامل متعددة. من ضمن هذه العوامل هو عدم استقرار النظام السياسي في العراق أو طائفية النظام السياسي الحاكم في العراق، وبالتالي هذا ينعكس بصورة كبيرة جدا على هذه المناطق التي أصبحت هدف لهذه الحكومات منذ يعني الفترة الأولى لنور المالكي أو قبله الجعفري، ثم توالت هذه الأمور وصولا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه الآن. أنا أعتقد أنه ما يجري في مناطق أهل السنة هو عمل ممنهج ومخطط له بصورة كبيرة جدا، مخطط له من قبل ميليشيات مسلحة ومن قبل أحزاب سياسية تابعة لجهات خارجية وتنفذ مشاريع أيديولوجية في العراق،
وبالتالي أصبحت هذه المناطق هي مناطق استثمار لهذه الميليشيات، تستثمر فيها في على جميع الاتجاهات، تحاول أن تعمل ما تستطيع في هذه المناطق، سيطرة أمنية، سيطرة عسكرية، سيطرة اقتصادية، وهذا ناتج عن ضعف مؤسسات الدولة الحكومية النظامية، وبالتالي هذا ينعكس بصورة كبيرة جدا على هذه المناطق. يعني في البداية كان تنظيم الدولة موجود، عندما خرج تنظيم الدولة المشكلة بأن هذه القوات الغير نظامية تم إعطاها غطاء رسمي ضمن المؤسسة الحكومية العراقية، وهذه الغطاء بدأ يستخدم من قبل هذه الميليشيات التي هي تقول، يعني الكثير منها يصرح نهارا جهارا يقول بأننا نتبع إلى أجندة الولي الفقيه في إيران، وهي تنفذ أجندة خارجية بحيث الدولة غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات. يعني عندما نتكلم مثلا على سبيل المثال، يعني منطقة جرف الصخر، منطقة جرف الصخر تم استعادتها تقريبا في نهاية 2014 بداية 2015. منذ تلك الفترة ولحد هذه اللحظة هي تسيطر عليها الميليشيات، والدولة غير قادرة على إخراج هذه الميليشيات لعودة النازحين إليها، وهذا ينطبق على مناطق العوجة وينطبق على مناطق يثرب وعزيز بلد ومناطق كثيرة في ديالة تصل إلى قرى كثيرة جدا. أضف إلى هذا إلى المناطق الأخرى التي يسيطرون عليها سواء كانت في سنجار أو في سهل نينوى. إذن نحن يعني حقيقة أمام مشكلة حقيقية، بأنه من يتصرف الآن في المشهد العراقي هي ميليشيات تعمل بدولة موازية لها مؤسسات معينة، وبالتالي هي تقوم بجميع هذه الأمور من خطف من اعتقال، وليس محصور بس على المناطق السنية. يعني ما تشهده المناطق الجنوبية الآن من عملية خطف وقتل للمتظاهرين الذين خرجوا على النظام السياسي الذي فشل في تقديم أبسط مقومات الحياة الكريمة للشعب العراقي، أيضا يعاني الآن من آلة القتل. يعني وصل أعداد القتل الآن أو الشهداء في مظاهرات تشرين إلى أكثر من ألف شهيد، أما الجرحى فقد تجاوز 32,000 جريح في هذه المناطق. أضف إلى هذا بأنه التضييق على قدم وساق، إما أن يعتقل وإما أن يختطف وإما أن يصفى، الاغتيالات تجري على قدم وساق، وبالتالي نحن أمام إشكال حقيقي. يعني حتى هذه الحكومة التي جاءت كبديل لعادل عبد المهدي وقالت سنقدم قتلة المتظاهرين للمحاكم، لم تقدم أحد للمحاكم، على العكس هذه الميليشيات أصبح التغول مالها كبير جدا. يعني عندما يخرج رئيس الوزراء ويقول بأننا سنتحمل الطعنات، بمعنى هذا بأنه استمروا بإجرامكم، استمروا بما تقومون به من عمليات قتل وخطف وتغيير ديموغرافي وما تريدون أن تفعلون في هذه المناطق، وبالتالي الدولة غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات. إذن ما تشهده المناطق السنية هو مخطط كبير جدا تديره إيران بميليشيات وأدوات داخلية، مع عجز حكومي كامل عن الوقوف بوجه هذه الميليشيات. نعم. والذي يدفع الضريبة لهذه القضايا هو الشارع السني، نتيجة تواطؤ الطبقة السياسية الحاكمة في هذه المناطق مع الكثير من الأجندة التي تديرها إيران أو التي تديرها جهات أخرى، بحيث أصبحوا تبع لشخصيات سياسية وأتبعوا لأحزاب سياسية تعمل ضمن منظومة الولي الفقيه في إيران. نعم. الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الإسحاقي، مرحبا بك مرة أخرى. ما يجري في المناطق السنية إلى أي مدى هو مخطط كبير مثل ما تحدث الأستاذ حاتم الفلاحي، مخطط ممنهج تديره إيران بأدواتها المتمثلة بالميليشيات؟ يعني صراحة هو لا يخفى عليك ولا على جميع المشاهدين ولا وجميع العالم، بالنسبة للمخطط الإيراني مفهوم لدى حتى الأبسط المواطن في العراق. هذا المخطط يديره ميليشيات ولائية تابعة الولاية الفقيه مثل ما تكلم ضيفك الدكتور حاتم الفلاحي، وهذه الأدوات اللي موجودة في العراق هي تدير هذا العمل المنهج في المناطق المحافظات المنكوبة، وخير دليل سقوط المحافظات المنكوبة السنية اللي هي صلاح الدين والأنبار والموصل وقسم من كركوك وقسم من ديالة. فهذا مخطط ومنهج، لأن بالنسبة للتنظيم الدولة الإسلامية هو يدار من قبل إيران، والميليشيات الولائية تدار من قبل إيران، فهو هذا مخطط تعمل عليه جميع المنظومات الموجودة الإرهابية اللي موجودة في العراق. وللأسف للأسف للأسف يعني بعض الفصائل الولائية اللي هي تتبع ولاية الفقيه أصبحت ضمن قطاع حكومي، ويعتبر نفسه هذا الفصائل الولائية تعتبر أعلى سلطة بالدولة. والدليل على ذلك عندما اعتقلوا أحد قيادات الميليشيات قبل تقريبا ما يقارب شهرين
احد قادة الميليشيات هدد رئيس الوزراء بقطع الاذن، وهذا دليل بانهم فوق القانون. يعني لا، بينما في مناطق السنية لا تجد سكين، هاي الحاد لا تجد سوى سكين اللي يسوون بها الزلاطة او المقبلات او ما شابه ذلك، بينما في المناطق الجنوبية تلقى البيكيسي والهاون والمدرعة، يعني حتى اكو مدافع هاونات. زين هذول الان باعتبارهم هاي كلها تابع للميليشيات، وما يجري في المناطق الجنوبية مثل المواطن البسيط في العمارة والناصرية والآخرين، هذول من لأنهم ولائهم للبلد، بما أنه ولاء للولد فهو يعتبر معادي لولاية الفقيه وأتباعه في العراق. نعم أستاذ حاتم، يعني كيف تقرأ إعلان داعش تبني هذه المزرعة؟ تحدثتم عن أن هناك اطراف في النظام السياسي، وهناك طائفية في النظام السياسي، وهناك منهجية طويلة تقودها أو تديرها إيران بأدوات الميليشيات، ولكن داعش هنا تبنى تنفيذ هذه المجزرة، كيف تفسر ذلك؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه تبني تنظيم الدولة لهذه العملية لا تسقط المسؤولية عن القوات الحكومية التي تمسك القاطع، لأنه هذه القوات هي المسؤولة أولا وأخيرا عن أمن الناس بهذه المناطق. وبالتالي حتى وإن تبنى وصدقت الرواية بأن تنظيم الدولة، علما بأن هناك تناقض كبير في البيان الذي صدر من قبل تنظيم الدولة، تنظيم الدولة لا يستخدم مثلا التقويم الميلادي في بياناتهم، وإنما يستخدمون التقويم الهجري. البيان الذي صدر ونسب إلى وكالة أعماق كان فيه التاريخ ميلادي وليس هجري، هذا واحد. المسألة الثانية، تنظيم الدولة وكالة أعماق منذ مدة طويلة لم تصدر مثل هذه الإعلانات، كيف صدر مثل هذا البيان عن تنظيم الدولة؟ فهناك أولا تشكيك كبير جدا حول هذا البيان. السؤال الذي يطرح بالعادة يعني هو كيف تسللت هذه القوة من تنظيم الدولة لتجتاز هذه القوات الكثيرة التي تعمل ضمن القاطع، وتجتاز قوات الحشد الشعبي التي تقول بأنه بقاءنا في هذه المناطق هو لغرض فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق، ومنع تنظيم الدولة من العودة. طيب أنتم الآن موجودين، وهذا ليس الحادث الأول، هناك حوادث سبقت كثيرة جدا في هذه المناطق، الفرحتية، كشيفة، يعني عندك مناطق كثيرة أيضا حصلت فيها فصل الزلاية، جلام، كثير من المناطق حصلت فيها مثل هذه الخروقات. طيب إذا أنتم موجودين وهذه الخروقات مستمرة، فما الجدوى من بقائكم في هذه المناطق؟ يعني الآن عندما نقول بأنه هذه المناطق هي مناطق مراقبة وهناك كاميرات حرارية في هذه المناطق، أضف إلى هذا بأن هناك توجيه بحظر التجوال بعد الساعة 6 مساء، لا يحق لأحد أن يتنقل في هذه المناطق. كيف تدخلت هذه القوة إلى القرية، نفذت الجريمة وكملت بأسلحة كاتمة للصوت ثم خرجت من هذه المناطق؟ طيب إذا هناك إشكال حقيقي في هذه القوات التي تعتبر قوات غير نظامية، لماذا تصمت قيادة العمليات والحكومة على مثل هذه القوات الموجودة في هذه القواطع؟ لماذا لا يتم تبديل هذه القواطع بقوات من نفس المناطق التي تجري فيها هذه الخروقات، لكي يتحملون الخرق الأمني؟ عندما يكون هناك خرق أمني يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق. أما بقاء ميليشيات الحشد الشعبي في هذه المناطق، فأي قوات حصلت فيها مثل هذه الخروقات وتم محاسبتها من قبل القائد العام للقوات المسلحة؟ لا توجد. طيب الخروقات التي حصلت حتى عندما تصدر الأوامر بتغيير قسم من هذه القوات ترفض التبديل، مثل ما حصل في لواء 30 في الموصل، عندما رفض الحشد المسيحي، رفض أنه أن يقوم بعملية تسليم المسؤولية إلى القوات الحكومية، وحصلت هذه أيضا في الجريمة التي ارتكبتها العصائب في مناطق الطارمية، أيضا رفضت أنها تبدل هذه القوات التي موجودة في هذه المناطق. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية بأن هذه الخروقات التي تجري بوجود قوات غير نظامية غير قادرة على مسك القاطع، وبالتالي أصبح بقائهم في هذه المناطق يعني لا يصب في مصلحة الوضع الأمني بشكل عام. طيب لماذا تصمت عليها الحكومة؟ لماذا تصمت عليها قيادة العمليات؟ حتى زيارة المسؤولين بعد أن تتم الجريمة يقومون بزيارة، سواء كان رئيس الوزراء أو سواء كان وزير الداخلية، هذه لا قيمة لها. احنا هذه إذا لم تكن هناك إجراءات حقيقية تعالج هذا الموقف وتعالج هذه الخروقات، إذا لا قيمة لها على أي مستوى يعني. وبالتالي أنا أعتقد بأنه
حتى تنظيم الدولة وتبنيه لهذه العملية هي عملية ذر الرماد في العيون للتغطية على هذه الجرائم التي أصبحت واضحة للعيان. أضف إلى هذا بأنه عندما خرجت ابنة الذين استشهدوا في هذه العملية وقالت بأنه من دخل علينا دخلت علينا قوات الحشد الشعبي بلسان صريح يعني. إذن نحن لا يمكن لنا أن نأتي الآن لنعلق جميع الأخطاء التي توجد على شماعة تنظيم الدولة في هذه المناطق. إذا كنتم غير قادرين على فرض الأمن في هذه المناطق فعليكم أن تنسحبوا وتتركوا الأمر لأهله. هذه المناطق قاتلت القاعدة في عام 2007 و2008 بحيث لم يبقى أحد من القاعدة في هذه المناطق وإنما لجوا إلى الصحراء والمناطق البعيدة. وبالتالي أنا أعتقد جازما بأنه طالما بقيت ميليشيات الحشد الشعبي في هذه المناطق لن يكون هناك استقرار، لأن هو الوضع العام لهذه أو الغاية الأساسية من بقاء ميليشيات الحشد في هذه المناطق هو عدم استقرار المناطق السنية، بل على العكس زيادة السيطرة على هذه المناطق من فتح المكاتب الاقتصادية. يعني عندما يقومون الآن يعني مثلا عندما يقوم بهذه الأعمال من القتل، ما هي الرسالة التي توصلها أنت لهذه المناطق؟ بث الرعب وبالتالي إجبار الناس على ترك منازلهم وتهجيرهم وبالتالي السيطرة على هذه المناطق بعد أن يقومون بشرائها بإثمان بخسة جدا، ثم تأتي عملية التغيير الديمغرافي. أضف إلى هذا بأنه مركز غانرجي يقول بأن هناك مشروع إيراني ينفذه السفير الإيراني الموجود في بغداد إير مسجدي عندما قام بزيارة محافظة صلاح الدين في الفترة السابقة، وبالاتفاق مع عدد من الزعماء السنة في هذه المناطق لإجراء تغيير ديمغرافي قامت المحافظة التاسعة عشر في هذه المناطق. إذن نحن نتكلم عن مشروع متكامل تديره إيران، علني أصبح الأمر علني يعني على وسائل مراكز دراسات عالمية تتكلم عن هذا الأمر. يعني هذا لا يخفى على أحد. وبالتالي ما يجري في محافظة صلاح الدين بالذات الآن هو عملية تغيير ديمغرافي، وإذا كانت الحكومة جادة في أنه لا يوجد مثل هذه الأعمال فلتصدر أوامر بتسليم هذه الملفات إلى القوات النظامية وتسحب ميليشيات الحشد الشعبي إذا إلى مكانات أخرى. نعم الشيخ طامي المجمعي شيوخ وجهاء البدور يقولون أن ميليشيا السرايا دائما ما تعتدي على الأهالي وتهينهم بشكل يومي، يا ترى ما تداعي ذلك على الوضع في صلاح الدين؟ صراحة دكتور تعقيبا على كلام دكتور الفلاحي، نعم يعني تقدر كلامه، حضرت بجوالي بالساعة السابعة إلى الخامسة صباحا، وبالنسبة لهذه القوات أنا عندي معلومات كانت على اتصال دائم، لأن والد المحامي عمر الله يرحمه ويرحم أمة محمد كان صديقي عندما كان يعمل في العمليات المشتركة سابقة في السنوات السابقة. بالنسبة كان اتصالي معاهم، هم دخلوا بهاي الطريقة ولابسين يعني مكشوفين الوجوه، بالنسبة لبنت الشهيد باسم شافتهم وميزتهم وحكت عليهم علني بالتلفزيون، بينما أخو باسم اللي استشهد بالحادث حكى قال بالنسبة أبو سجاد عامر لواء 35 هو اللي هدد أخويا وقال له أهفيك زين. وبالنسبة لقيادة هاي الميليشيات والميليشيات هاي الولائية اللي تابعة لإيران هي من تقول تفعل، لأن هم بديهم السلطة وبديهم القانون وبديهم كل هذا اللي الأدوات اللي موجودة لتصفية الخصومة اللي موجودة في هذه المحافظات. وبالنسبة للميليشيات اللي موجودة في عموم صلاح الدين يعني ليس بس الفصائل اللي ذكرتها أنت وإنما الفصائل جميعها، إذا أنت أجيت فتت بالسيطرة أنت معرض يعني للأهانة، إذا كنت في بيتك معرض للأهانة، إذا كنت في الشارع معرض للأهانة. الأهانة يعني هاي أبسط ما يمكن، يعني أصبح المواطن في محافظة صلاح الدين يتقبل الأهانة حتى لا توصل إلى تصفيته وتصفية عائلته وتصفية اللي موجودين وياه. فهو هاي بالنسبة أكثر الناس قامت تتقبلها من مسألة الأهانة من عندهم، لأن تدري لا حول ولا قوة، اللي ما عنده سلاح يدافع عن نفسه شي يجي يتقاتل وياه يخلي صدره بصدر الرصاص؟ ما من الممكن يعني ما من المعقول. هل من المعقول أنا أجي أجابه مدرعة وفاتح النار عليها؟ يعني هاي إلا إذا كنت أنا مجنون. فتدري بالنسبة لهم هم اعتبروا نفسهم أعلى سلطة موجودة، بما أنه اعتبروا نفسهم أعلى سلطة موجودة هم فوق القانون، يعني لا ضابط شرطة يقدر يحكي وياهم، لا محافظ يقدر يحكي وياهم، لا مدير ناحية، لا قائم مقام، لا قاضي، يعني هم حتى فوق القانون مال المحكمة.
واللي سووه محافظاتنا، اللي سووه محافظتنا ورا ما قيبوا هاي الناس واحتلوا هاي الأراضي اللي بالغ مساحتها أكثر من 200 ألف دونم من أطراف بغداد الدجيل وتصعد إلى محافظة صلاح الدين، يعني بس محافظة صلاح الدين أحكي لك أكثر من 200 ألف دونم. زين هاي من استولوا عليها واحتلوها، هاي سووها استثمارات اقتصادية، جابوا ناس فلاح وجابوا معدان وجابوا أشكال ألوان بيها وهجروا أهلها، بعد ما قيبوا أهلها وهجروا قسم من أهلها، اللي قيبوه راح الله يرحمه وإذا كان عايش يا رب الله يفك كربته، لكن أهلها اللي بقوا ورا ما تقيبوا الآخرين، يعني مثلا أبو البيت قيبوه بقى ولده وزوجته وبناته، هذول تهجروا للسليمانية أو أربيل أو إلى محافظات أخرى، يعني قاموا بالتعاون ويا بعض الجواسيس اللي موجودين وضعفاء النفوس بارتكاب دعاوى كيدية عليهم حتى شنو ما يرجع، وإذا رجع يصعدون عليه شهود بدعاوى كيدية يقسمون عليه اليمين بأن هو هذا داعشي وارهابي وكذا 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 حتى يحكموه، وهو يعني أدلة إثباتات وبراهين موجودة على الناس اللي انحكمت ظلم وانحكمت إعدام وانحكمت مؤبد وانحكمت 15 سنة، وقسم منهم سافروا خارج العراق قسم موجودين في شمال العراق. يعني المشكلة يعني حتى القضاء مالتنا جل احترام من القضاء، يعني هنا قضاة نزيهين ويعرفون، المشكلة يعرف بس يقول لك أنا ما بيدي شيء، لأن هذا جايب لي شهود وجايب لي ناس يعني مشتكي، يعني صاعد مثلا هو مشتكي وجايب عائلته شهود وياه بأن هذول زين، وأكو دعاوي يعني مشتكين على 400 أو 500 يعني شخص، يعني مثلا أنا الشيخ طامن مجمعي رايح قايم دعوة على 500 شخص، ال 500 شخص جايب شهود أنا وياي مثلا عائلتي وأخوتي ولاد عمي يشهدون على دول ال 500، القاضي يقول لك أنا ما أقدر أسوي له شيء لأن هذا جايب لي شهود وأكو مشتكي، أنا شو أسوي له؟ فهذا ايش سووا؟ انهزموا خارج العراق، قسم منهم انهزموا بالشمال، قسم منهم حكموا اعدام، حكموا مؤبد، فهاي عمليه التغيير الديموغرافي والاهانه اللي تفضلت بها انت والاستيلاء على اراضينا ومزارعنا وبيوتنا واملاكنا، عمليه ممنهجه ومدروسه، يعني قبل سنوات مو هسه حاليا، مو يعني مو وليده اللحظه، وانما وليده سنوات سابقه تم الدراسه عليها من تاريخ الاحتلال الى يومنا هذا. نعم شيخ، يعني مو جديده. نعم. وبالنسبه لدخولهم الى منطقه البوجور نفس دخولهم لمنطقه الفرحاتيه، من طبوا وقفوا 8 و4 ايبوهم اليوم هذا، وقبلها دخلوا على بيت عبود الدوقه وقفوا 5 ورا ما فتشوا بيوتهم واخذوا سلاحهم وهم يدامون بالشرطه واخذوا عتادهم ورا يومين طبوا عليهم وصفوهم كليتهم. حادثة قبلها يعني أكثر من 45 مجزرة في محافظة صلاح الدين من 2016 إلى يومنا هذا عدا المجازر اللي موجودة، والبارحة أنا حسب معلومات البارحة كانت أكو مجزرة بالطارمية قفلوا إبراهيم المشهداني وأمه، ومجزرة البدورة أول البارحة، يعني ماكو فرق بينات اليوم، وأنا ذكرت بالإعلام قلت هي لا راح تكون آخر مجزرة ولا أول مجزرة، بل هناك مجازر عديدة وراح تنتظر أكو مجازر قادمة. نعم، هناك سلسلة من المجازر ومستمرة، تكرار عمليات قتل الأهالي في المناطق السنية مستمرة. أستاذ حاتم الفلاحي، ما جرى في جرف الصخر وما يجري الآن؟ يعني من بحسب المعلومات أن هناك مصانع حتى للصواريخ الباليستية، وهناك يعني مصانع لآليات وأسلحة تسيطر عليها فصيل مسلح من الميليشيات هم حزب الله في جرف الصخر. ما يجري في جرف الصخر، ألا ترى أنه ربما بحسب ما يرى مراقبون عسكريون أنه يتم التخطيط لهذه المنهجية من جرف الصخر والتي تقع بشكل مباشر تحت السيطرة الإيرانية والتوجيه الإيراني؟ إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا؟ نعم، لا شك بأنه السكوت على ما جرى في جرف الصخر يعطي انطباع كامل على أن هناك تواطؤ حكومي كامل مع هذه الميليشيات التي تسيطر على هذه المناطق، وهناك تفاهمات مع سياسيين أهل السنة لعدم المطالبة بمثل هذه الأمور. والدليل على هذا بأنه الآن ما يجري
في مناطق شمال بغداد وصولا الى صلاح الدين حقيقه هو يجري ضمن مخطط مرسوم لهذه المناطق. وبالتالي يعني عندما نتكلم الان عن القوات الحكوميه، لماذا القوات الحكوميه تبطش بالمتظاهرين الذين خرجوا بصدور عاريه للمطالبه بحقوقهم، بينما تفشل في مواجهه تنظيم الدوله الذي ياتي متسللا في الليل يقوم بمثل هذه العمليات كما يدعونهم، علما بانه فريه تنظيم الدوله هو تخادم الان ما بين تنظيم الدوله وما بين هذه الميليشيات لسحق هذه المناطق وتهجيرهم وإجبارهم على ترك منازلهم نتيجة العنف الذي يستخدمونه لهذه المناطق. يعني بعد جريمة الفرحتية أنا لدي معلومات بأن أهالي تلك المناطق نزح الكثير منهم إلى شمال العراق، وبالتالي هو مخطط ما يجري في هذه المناطق هو مخطط كامل يعني يجري بإشراف هذه الميليشيات. أضف إلى هذا بأنه وجود الكثير من قيادات العمليات أضاع على الناس من المسؤول عن حماية القاطع لعدم وجود تنسيق ما بين القوات الأمنية. يعني هذه النقطة التي أقرب نقطة كانت على جريمة تبعد 70 متر، يعني ليس مسافة بعيدة، لماذا لم تتدخل القوات لنجدة هؤلاء عندما حصلت هذه المجزرة أو هذه الجريمة؟ نحن نتكلم عن عمل ميليشياوي تقوم به عصابات مجرمة نسبت إلى الدولة وتعمل بغطاء حكومي. يعني الآن حتى عندما يتكلمون الآن بأنه يجب أن يكون هناك قاضي ويجب أن يكون هناك مختار، طيب ميليشيات الحشد الشعبي لديهم قاضي خاص بهم يصدر ما تريد من أوامر إلقاء قبض، أي أسماء تأتي لهم من أي واحد يستطيع أن يصدر عليه أمر إلقاء قبض ويفعلون ما يريدون في المنطقة. نحن نتكلم عن دولة لديها مؤسسات متكاملة موازية لمؤسسات الدولة، من قضاة، من أجهزة أمنية، من أجهزة عسكرية، ولا تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة. ورأينا الإشكالات التي حصلت على رفع صورة في مدخل محافظة الأنبار ما بين قائد عمليات الأنبار وكيف هدده الشخص المسؤول عن الحشد الشعبي بأنه من يرفع هذه الصورة سوف نقطع يده. نحن نتكلم عن مؤسسة موازية لمؤسسات الدولة تعمل بمخططات خارجية ولا تأتمر بأمرة مؤسسات الدولة. فما يجري في جرف الصخر وما يجري في هذه المناطق هو مخطط. يعني الآن عندما بالسابق كنا نتكلم مثلا عن ديالة، الآن عن ديالة أصبح الحديث قليل جدا، لماذا؟ لأنه ديالة سيطروا عليها سيطرة كاملة ميليشيات بدر والعصائب وبقية الميليشيات الأخرى. الآن الدور على محافظة صلاح الدين، يريدون أن يفعلون بصلاح الدين مثل ما فعلوا بديالة. الآن أصبحت كثير من المؤسسات والكثير من مناطق ديالة مسيطر عليها بصورة تامة من قبل هذه الميليشيات. يعني عندما ذهب رئيس البرلمان في الإشكالات التي حصلت في الفترة الماضية للدخول إلى ديالة منعوا من قبل الميليشيات ورجع، جاء رئيس الوزراء أيضا منعوه من الدخول إلى إلى إلى, إلى ديالة. إذن نحن نتكلم عن ميليشيات، هذا هو الوضع القانوني والوضع الرسمي لها ضمن مؤسسات الدولة، وهي تفعل ما تريد من جرائم بغطاء حكومي وتواطؤ حكومي كاد. اللجنة جاهزة بالنسبة للحكومة، اللجان جاهزة، أي مجزرة ترتكب في مناطق أهل السنة شكل لجنة، بس أعطيني لجنة واحدة توصلت إلى قرارات وهذه القرارات نفذت سواء كانت على 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 الشخصيات المتهمة بهذه القضية أو على القوات، أو أعطني قوات تم محاسبتها على خرق أمني. طالما لا توجد محاسبة إذن ستتكرر هذه الجرائم، وسيستمر مسلسل القتل والخطف والتهجير في هذه المناطق لأجندة خارجية. يعني مع عدم الخروج بأي نتيجة بعد تشكيل هذه اللجان شيخ طامي المجمعي، الحكومة يعني عندما تشكل اللجان بشأن قضايا الإجرام والجرائم التي حصلت في الزلاية والفرحاتية والبودور وما قبلها ولم تخرج بنتائج، هل هذا الأمر يعني يعطي صفة المشاركة الحكومية فيما يجري أم كيف تنظر إليها؟ أستاذ العزيز، بالنسبة من الحكومة من عندما ترتكب هناك مجزرة من قبل الميليشيات والدولة تصدر بقانون يابا قرار راح نشكل لجنة، يعني معناه تسويف القضية بالكامل، سواء كان مجزرة أو حادث أو أي شيء، عندما تصدر الحكومة قرار تقول يابا بالنسبة راح نشكل لجنة، يعني معناه تسويف القضية بالكامل ونسفها بالكامل، وهذا ضحك على الذقون. بينما الكاظم عندما أتى إلى مجزرة الفرحاتية أنطى وعود خلال 72 ساعة تطلع النتائج، تعرف النتائج شنها اللي ظهرت؟ منو كان رئيس اللجنة التحقيقية؟ أحد قيادات وممثل الميليشيات اللي قامت بالمجزرة في البرلمان،
وقال هذه قضية جنائية. نعم. زين طيب إذا قضية جنائية هل هناك مشاجرة بين شخصين وتم قتل أحدهم الآخر حتى تكون قضية جنائية؟ زين الجاني إذا كان هي قضية جنائية الجاني أين الجاني؟ أين الجاني من القضية؟ وغيرها يعني مو بس هنا ترى القضية عندما شكلوا لجنة تحقيقية في مقتل ابن أخي في سجن الحوت سيء الصيت في الناصرية أنا قمت بقام الدعوة شقيقي قام دعوة وزوجته أقاموا دعوة وانتظروا التقرير الطبي تعرف التقرير الطبي ايش طلع به؟ نعم طلع يقولون يابا القضية قضاء وقدر هل أكو تقرير طبي يقول قضاء وقدر؟ هل هي هو صاعد على عمارة ووقع من فوق عمارة وتوفى؟ هل يمشي بالشارع ودعمته تريلي؟ هل صاعد على سكة مال القطار ودعم القطار؟ صاعد الطيارة ووقع من فوق الطيارة؟ إذا هو قضاء وقدر مع تشكيل اللجان في الدولة العراقية أو بين قوسين في الحكومة العراقية معناه تسويف القضية بالكامل. وقضايا كثيرة تم تشكيل لجان بها سواء كان اغتيال الهاشمي أو اغتيال شاسب أو اغتيال الاغتيالات اللي صارت محافظة صلاح الدين أو اغتيال المقتل مدير حماية المنطقة الخضراء اللي انقتل في مدخل تكريت من قبل الميليشيات أو كل هذه اللجان التحقيقية هي ضحك على الذقون ضحك على الذقون هذا بالنسبة إلى تسويف الحكومة لأن سبب فشلها لأن ما تقدر ما عندها قيادية أو سلطة على هاي الميليشيات وتعقيبا على دكتور الفلاحي no. الفلاحي ذكر قال الحشد عنده قضاة جاهزين يصدرون ما يحتاجون حتى قاضي ما يحتاجون هم يعتبرون نفسهم فوق السلطة هم فوق القانون لأن يقول لك إحنا أعلى سلطة موجودة بالدولة اللي هو يقوم قادة الميليشيات بتهديد رئيس وزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة اللي باعتبارهم تابعين إله من يقول له إذا ما تطلق سراح فلان أقص ذانك هل هذا تريد يمشي بأمر قانون هذا فوق الميليشيات اللي تقوم تقول إحنا بالنسبة إنا ونانا الدولة ثانية إذا تصير حرب بين العراق وبين إيران أنا أقاتل مع إيران هذا هل تريده مثل يمشي ينصاع إلى أمر الدولة؟ السفير الإيراني من إجا وراح عقد صفقة في سامراء على تقسيم صلاح الدين وإعلان سامراء والدجيل وبلد محافظة هل تريد هذا مثل هذا اللي تابع إلى اللي ينفذ بأجندات خارجية تريد هذا يتبع للدولة؟ ما من الممكن الممكن أن هذا يتبع الدولة اسمها دولة العراق وأن ما يتبع الدولة يقودها ولي الفقيه نقطة راس سطر نعم شيخ طبعا والمجازر اللي ترتكب في محافظاتنا والسرقات انت تعرف هسه بدياله هم سيطرة 90% بينما المكون مالتك هو نسبة اللي موجود هو تقريبا ما يقارب 80 إلى 90% هو من المكون مالتك وهاي 10% هي تقود المحافظة تعرف انت هسه اللي إذا الشيخ أو ضابط أو قاضي أو كذا يحكي ويتكلم ويقول كذا وكذا ما يطبع عليه الصباح هذا المخطط اللي صار بإيران في دياله من قبل ايران يصير اليوم في صلاح الدين وبعد صلاح الدين راح يصير بالموصل وبعد الموصل يصير بالانبار احنا بالنسبه لنا لان انت قائد ليش محافظه صلاح الدين الوحيده فيها عمليات اثنين قائد عمليات سامره وقائد عمليات صلاح الدين وبها قيادات عمليات للفصائل هاي الولائيه زين ليش ما اوحد العمليات مالتها واخليها عمليات وحده وقائد يقودها زين ليش ما اجيب من المكون قائد عمليات شرس مثل ناصر القنامه اللي هسه حكم الانبار وكذا وقف وجوه هاي الميليشيات الفصائل الولائيه انا يراد لي اليوم ضابط يعني جريء وشجاع يوقف بوجه هاي الميليشيات حتى انا اقدر انا كمواطن افوت امشي انا هسه صار لي بحدود تقريبا ما يقارب 6 أشهر ما اقدر ادخل منطقتي انا مهدد لحد الان اكثر من 150 تهديد من قبل هاي الفصائل الولائيه وانا الله اعلم يجوز باي لحظه انكتب وهم يشيعني ويقول يا ابو رحمه الله يرحمه ان شاء الله يتقمد ربنا بجنته ان شاء الله زين اني وغيري وغير هوايه والدليل احد علماء الدين في يثرب حكى قدامهم في احد الاجتماعات قال لهم يا ابو انتم كذا وكذا ما راح باذان الصبح دي اذن كتلوه امام الجامع فاحنا بالنسبه لنا لا شيوخ تقدر تحكي لا ضابط يقدر يحكي
لا قائد عمليات، لا محافظ، ولا عضو برلمان. واعضاء البرلمان الحمد لله والشكر موجودين عندنا هوايه محافظه 12 واحد عدد سابقين، ما واحد يتكلم على مجزره من المجازر، ولا المحافظ يقدر يتكلم. زين، لان تدري عندهم صفقات سياسيه وعندهم مخططات قادمه للانتخابات وللترشيح وللكذا، لان اذا يحكي عليهم راح ما يخلونه يتجول بكيفه بالمحافظه. نعم. يعني ابسط مثل عندك مثل ناحيه الاسحاقي، اللي يمثل ناحيه الاسحاقي بالمحافظه اذا حكى على الميليشيات راح بعد ما يقدر يطب الاسحاقي، ما يقدر يتجول بها حتى يجي يساوم هذا ويساوم هذا، اسوي لك انصب لك محطه ماء، انصب لك محاوله كهرباء، ابلط لك الشارع حتى تنتخبني. زين، انتخبتك، طيب انتخبتك، باكر من انكتل اني وتنكتل عائلتي، طلع صدر لي بيان تستنكر. على شنو تستنكر؟ انا من دا انتخبك اريدك انت تمثلني، تدافع عني، تفك مظلوميتي، تشيل الحيف والظلم اللي عليا. ما اريد انتخبك انت حتى تسوي امبراطوريه ماليه في عمان وفي اربيل وفي سليمانيه وفي كركوك وفي صلاح الدين وفي دول خارجيه. انا اريدك تدافع عني، تدافع عن ارضي، تدافع عن عرضي، تدافع عن اخوتي، عن بنتي، عن ابني، عني انا. ما اريدك انت تقعد لي على الكرسي والله حتى يقولون فلان عضو برلمان او فلان نائب محافظ او فلان محافظ. انا شو اسوي بهذه؟ والمجزره اللي صارت هاي المجزره الاخيره اللي يندى لها الجبين، والله يندى لها الجبين، والله 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 الا شق القلب. اذا انت عندك غيره، اذا عندك غيره على اهلك وناسك، شق قلوب. هاي بالنسبه للمجزره اللي صارت، من انت تطلع تشجب له تستنكر، شو اسوي باستنكارك؟ شو اسوي بالادانه مالتك؟ انا ما اريدك تستنكر ولا اريدك الدين. طلع لي هاي الميليشيات من محافظتي حتى انا احكم محافظتي بكيفي، حتى اني احمي اهلي وناسي، باهلي وناسي اللي موجودين احميهم. مثل ما حميت اهلي وناسي بال 2005 2006 2007 لحد 2014 انا حامي اهلي وناسي. لكن من جبت هاي الميليشيات والدوله الارهابيه، تنظيم داعش وربعه، لان هو تنظيم داعش وهاي الفصائل هم ايرانيين. من 2014 لحد الان انا ما شفت راحه. انقتل من عندي اكثر من، يعني في صلاح الدين 15000 مقيد، عدد المجازر اللي صارت اكثر من 45 مجزره، المقابر اللي موجوده هسه في اكثر من 100 مقبره في صلاح الدين، ومن ضمن المقبره اللي صدرت بها بيان قبل فتره انا مقبره تشالي، اللي اعتذرت دائره حمايه المقابر الجماعيه حفرها لعدم وجود تخصيصات ماليه، وانا اتصلت باعضاء البرلمان كليتهم الاغلبيه عندي تليفوناتهم اتصلت بهم، قلت لهم يابا خاطبونا هاي الدوائر، خلي يحفرون هاي المقابر حتى الناس تعرف مصير ولدها. للاسف للاسف اعضاء برلمان ينطيك السكوت. نعم، للاسف، والله للاسف، يعني اتاسف جدا ان هذا الشخص يمثلني، وهذا الشخص يمثل محافظتي ويمثل اهلي وناسي. والله ثم والله ثم والله هذولا ما اخليه يمثل حشا. نعم. من يسمع وحشا الخير طير دجاج. نعم شيخ، هذا طير دجاج يحرم. نعم. عليه دائما. ابقى معي شيخ لو سمحتم، ساعود اليك مره اخرى. بالعوده اليك استاذ حاتم الفلاحي، استمعت الى ما تحدث به الشيخ طامين الجمعي، يعني ما جرى في البدور يعني نتيجه فوضى سلاح وتغول ميليشيات، مثل ما ذكر المركز الأورو المتوسطي ايضا عمليات، يعني اساليب اهانه الاهالي تشبه الى حد ما او ربما تتطابق مع الاساليب التي كان يستخدمها الجيش في زمن المالكي ضد اهالي الموصل قبل يعني عام 2014. هل ترى ان ما يجري الان هذا المخطط الممنهج بإدارة إيرانية، ربما هل ترى أن له ربما تداعيات أمنية على العراق في المستقبل المنظور؟ نعم أكيد، يعني ما يجري في هذه المناطق أولا لن يبقى في هذه المناطق، وإنما سيتوسع إلى مناطق أخرى طالما أنه ينجح. نجح في جرف الصخر، نجح في ديالة مثل ما تفضل الشيخ قبل قليل، والآن في صلاح الدين وفي محافظة نينوى يجري على قدم وساق في سنجار التي تتقاتل عليها أجندة إقليمية ودولية في هذه المنطقة. نحن نتكلم عن مخططات أصبحت مناطق أهل السنة الآن استثمار لهذه الميليشيات، مكاتب اقتصادية يشاركون الناس في أرزاقهم، سواء كان في بحيرة الأسماك أو في الزراعة أو في كثير من المناطق، اعتقالات، وهذه الاعتقالات يعني يأتون بالأشخاص يعتقلونهم ثم يطلبون عليهم مبالغ مالية ثم يتم إطلاق سراحهم في كثير من مناطق العراق، ليس في مناطق صلاح الدين فقط تجري هذه القضية.
الثقة معدومة تماما ما بين هذه المناطق، أهالي هذه المناطق، وما بين القوات الأمنية الموجودة في القاطع، وهذا إشكال كبير جدا يجب أن تنتبه إليه الحكومة. أنا أعتقد أنه ما يجري في هذه المناطق هو مدعوم حكوميا، لأن الصمت الحكومي يجعل هذه الحكومة مشاركة في جميع هذه الجرائم التي تصمت عليها والتي تتواطأ حتى في اللجان التحقيقية. طيب وماذا على الحكومة أن تفعل إذا كانت الميليشيات تهدد رئيس الحكومة بقطع الأذن؟ وهي المشكلة هنا، المشكلة بأن الحكومة ضعيفة، الحكومة غير الحكومة بل هي أعطت المصوغ لهذه الميليشيات أن تستمر في جرائمها، لأنه لا يوجد حسيب ولا يوجد رقيب. والبز يتكلم بصريح العبارة، يقول بأنني أرقص مع الثعابين. الآن من هم الثعابين؟ الثعابين هي هذه الميليشيات. من الثعابين الذي يرقص معها الكاظمي؟ ثم يقول نتحمل الطعنات ولن ندخل في مواجهة. طيب عندما تقول لا ندخل في مواجهة، بمعنى تقول لهذه الميليشيات استمري بجرائم القتل وافعلي ما تشائين، لأنه لا أحد يستطيع أن يقف بوجه هذه الميليشيات، ولا أحد يستطيع ضبط هذا السلاح المنفلت. والحال هكذا، يعني مسؤول أمريكي سابق يتحدث يقول إن الكاظمي فشل في مواجهة الميليشيات بسبب رضوخه للتهديدات. هنا نتساءل، أليست الحكومة هي تابعة، أو ربما يعني هي يعني على اعتبار أنه بعد احتلال العراق عام 2003 جاءت ضمن حلقة حكومات هي أصلا تابعة للمنطقة الخضراء التي هي تحت إشراف واشنطن؟ جميع الحكومات التي جاءت إلى السلطة جاءت بتواطؤ وتوافق إيراني أمريكي. يعني ما يجري في العراق الآن، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن ما يجري في العراق الآن. هي من جاءت بهؤلاء إلى السلطة، وهي من سلمتهم الحكم، وهي من كانت تدعم ميليشيات الحشد الشعبي في الفترة الماضية بالمال، ورأينا كيف ناقش الكونغرس وقف التخصيصات المالية لميليشيا بدر والميليشيات الحشد الشعبي، والقنصل الأمريكي هو الذي قام بزيارة إلى جرح الحشد في البصرة. إذا نحن نتكلم عن تواطؤ أمريكي كامل في هذه القضية. أستاذ حاتم، في هذه النقطة، في نقطة التواطؤ، ما الذي تستفيده الولايات المتحدة من يعني مشروع تغيير ديموغرافي في العراق؟ نعم، لا، السؤال لا يكون بهذه القضية. التغيير الديموغرافي هو ضمن تفاهمات إيرانية أمريكية في المنطقة. من سمح للإيرانيين أن يتدخلوا في سوريا؟ من سمح لهم أن يتدخلوا في اليمن؟ لو تدخلت دولة عربية في أي بلد آخر لن تسمح لها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما إيران يسمح لها بالتدخل في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي مناطق أخرى، في البحرين وفي الكويت. يعني عمل هذا العمل اتفق عليه مسبقا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، ورأينا بسبب الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي أبرم عام 1915 ما بين الطرفين، كانت تتضمن هذه الاتفاقات إطلاق يد إيران في المنطقة، الذي حولها إلى دولة إقليمية تسيطر على 4 عواصم دول عربية وتتفاخر بهذا الأمر. يعني عندما نتكلم عن المخطط الكبير الذي يجري بتوافق إيراني أمريكي حقيقة. أما الآن عندما اختلفت المصالح أصبحت الآن حتى المواجهة تدار بطريقة غير مباشرة، الحرب بالوكالة ما بين الطرفين، ليست هناك مصادمات مباشرة ما بين الطرفين. والدليل على هذا بأنه ما يجري الآن حتى من استهداف للقوات الأمريكية في المنطقة هو عملية ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاق جديد مع إيران، وتستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ أجندة إيرانية بتحويل العراق إلى ساحة صراع على حساب مصالح العراق العليا. أضف إلى هذا بأنه حكومة الكاظمي جاءت بتوافق وموافقة من قبل هذه الميليشيات إلى هذه الحكومة، لذلك نرى أنه عدم مواجهتها هو ضمن اتفاق تم إبرامه ما بين الطرفين، وما يجري في المنطقة وما يجري في العراق هو باتفاق إيراني وباتفاق ميليشيات مع حكومة الكاظمي. ولذلك نرى بأنه ليست هناك إجراءات حقيقية من قبل الحكومة لردع مثل هذه الميليشيات، وإلا تنظيم الدولة حتى لو جئنا إلى المنظومة العسكرية العراقية هو يتواجد في مناطق محددة. طيب لماذا تبقى ميليشيات الحشد الشعبي في هذه المناطق السكنية، ولماذا لا تذهب إلى المناطق التي يتواجد فيها تنظيم الدولة، سواء كانت في سلاسل جبلية أو سواء كانت في مناطق صحراوية؟ لماذا البقاء في هذه المنطقة وانتظار تنظيم الدولة لكي يأتي ويقوم بمثل هذه العمليات؟ إذن القضية أكبر مما احنا نتصور. هذا المخطط الذي شمل المناطق السنية وتسليمها إلى تنظيم الدولة
كان بإدارة المالكي باتفاق مع إيران وباتفاق مع إدارة أوباما، وما جرى من تدمير لمناطق السنة في تلك الفترة هو لغرض إنهاء الحراك الشعبي الذي انطلق للمطالبة بحقوقه. المسألة الثانية تسليمه إلى تنظيم الدولة وبالتالي تدمير هذه المناطق ونعتها بالإرهاب وسيطرة الميليشيات عليها. إذن هو مخطط كامل يجري في هذه المنطقة باتفاق إيراني أمريكي واستخدام هذه الميليشيات لتنفيذ هذه المخططات. شكرا لك أستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، وأيضا الشكر موصول للشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي باسم شيوخ عشائر ووجهاء الأسحاقي، كان معنا من صلاح الدين وللأسف فقدنا الاتصال به مؤخرا. إذن شكرا ضيوفي الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى لقاء آخر.